شفائه وتعافيه. وفي كلمة تاعو تطرق للأمور، هي كلمة قصيرة، تطرق للأمور المهمة اللي تشغل الوطن، وتحدث على مناطق الظلم، ما يدل على أن هذا الأمر يعتبر من أهميات، من الأمور اللي أعطاها أهمية كبيرة السيد رئيس الجمهورية، وذكر التعليمات اللي وجهها للحكومة بالتكفل بمواطنين مناطق الظلم. وحنا راهي فين من اولويات كذلك قطاع الموارد المائيه، حيث نشغل يوميا لتوصيل المياه لكل هذه المناطق. استلمنا في الشهر هذا حوالي 700 مشروع ودخل في حيز التنفيذ لتمويل هذه المناطق بالمياه الصالحه للشرب. هنا كذلك اكثر من 700 مشروع راه في طور الانجاز، وان شاء الله في من اخر السنه وفي اواخر جونفي راح يتم تقدم لي راح لفوق 80% من كل برنامج اللي استنى في المناطق الظلم. والمناطق الظلم راح تكفل بها الوزارات الداخليه. واغتنم الفرصه باش نشكر الولات اللي راهم يتابعوا هذه المشاريع ميدانيا. وان شاء الله 2020 راح تكون تحسين وتكفل بكل مناطق على المستوى الوطني. نعم.